لكن برضو قبل ما استضيفهم لو تفتكروا معايا الأسبوع اللي فات كان معانا الحاجة بتعة. الحاجة بتعة كلمتنا على الهوا وقالت يا جماعة أنا ست على قدي ومش بعرف أتحرك وكل اللي أنا محتاجاه في الدنيا كرسي متحرك أقدر أتحرك عليه. واحنا كان معانا الاسبوع اللي فات الجروب اللي كان اسمه سفراء العمل التطوعي وكان معانا كمان الاستاذ حاتم الروبي مؤسس الجروب، والراجل قال لنا والله انا هنزل لها واروح اشوفها واشوف فعلا هي محتاجه ولا ايه، وراح فعلا في نفس اليوم شافها ولقى ان الست فعلا محتاجه جدا، وتاني يوم الكرسي كان عندها. وكمان جت على الهوا حد متبرع اتبرع لها بمبلغ شهري عشان خاطر تعرف تعيش بيه. انا تقريبا معايا صور هنشوفها مع بعض دلوقتي على الهوا، وكمان معايا التليفون، معايا الحاجه بتاع على التليفون. الو، معايا الصور هنشوفها مع بعض دلوقتي على الهوا، وكمان معايا التليفون، معايا الحاجه بتاع على التليفون. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حاجه بتاع؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك يا استاذه؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد كويسه الحمد لله. احكي لي بقى بعد ما كلمتينا في الحلقه ايه اللي حصل؟ استاذ حاتم جالك؟ كرسي جاني. انا اشكر حضرتك ومتشكره جدا 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 حبيبه قلبي، وبعت لحضرتك الشكر والله، ويعني ناس كرمه وكتر خيرهم حقيقي. طيب وعارفه تتعاملي بيه حاجه بات او عارفه تتحركي عليه؟ ايوه قعدوني عليه وعرفت اشغله وكل حاجه حبيبه قلبي. انا ازاي مش عارفه يعني اوصف لك الشكر اللي عندي لحضرتك قد ايه حقيقي حبيبة قلبي. طيب الحمد لله، الحمد لله. انت مبسوطة يعني دلوقتي؟ طبعا الاول ما كنتيش بتعرفي، الاول ما كنتيش بتعرفي تتحركي حاجة بتاع، صح؟ لا هم حتى شافوني حبيبة قلبي، هم شافوني حتى. انا مبسوطة عشانك يا حبيبة قلبي، الحمد ان شاء الله شكرا خير جدا. يا حبيبة قلبي انت تأمرينا تأمرينا، شكرا. انا مشكورك جدا. والله ما قادرة اوصف ازاي الشكر لحضرتك حبيبة قلبي. لا انت تأمرينا، انا بشكرك جدا، وان شاء الله احنا هنفضل متابعين معاكي لو احتجتي اي حاجه تانية. ومش عايزه برضو افكركم، احنا عندنا فقره اسمها فقره دايما معاك. الفقره دي اي حد محتاج اي حاجه بيكلمنا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه، او بيبعت لنا رسائل على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. احنا متواجدين على مدار الاسبوع بنستقبل الرسائل بتاعتكم. اي حد عنده مشكله، او اي حد عنده ازمه، او اي حد عنده حاله مرضيه، او اي حد عنده عروسه عايزه تتجوز، كلمونا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه واحنا هنقوم بالتواصل معاكم. كمان موضوع حلقتنا النهارده ازمه منتصف العمر عند الستات وعند الرجاله. احنا كنا الاول هنقسمها على حلقتين وبعدين قلنا لا احنا هنعملهم الاثنين في حلقه واحده. اي حد فيكم عنده تجربه عايز يحكيها، عايز يقول رايه، برضو كلمونا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. هشوفكم بعد الفاصل، استنونا واوعوا تروحوا في اي حته.